ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة سلام قاسم. يسعد صباحك، رمضان كريم. يسعد صباحك يا رب، ورمضان كريم عليكم وعلى كل اللي عم يشاهدونا. هلأ مثل ما سمعنا نحن بالتقرير أنه بيأثر على ساعات النوم صيام رمضان، بس الدراسات بالحقيقة أثبتت عكس هالشي تماما. لما عملت الدراسات على عينة من طلاب كلية الطب بإحدى الجامعات، تبين أنه ما بتأثر أبدا على ساعات النوم أو على النعاس. فالصيام لحتى نحن نعرف تأثيراته على النوم أو على النعاس لازم نفرق بين تأثيره كحالة فيزيولوجية أو كنمط حياة. وبالحقيقة هو اللي عم بيصير التغيير بالنسبة للنوم أو النعاس الكثير عند الصائمين، هو عم بيكون بسبب نمط الحياة. سابقا قبل هلأ كنا عم نحكي تحت الهواء أنه المسحر والعادات القديمة، في كتير شغلات حلوة كانت في السابق هي نتمنى أنه نحافظ عليها، يعني هي لمصلحتنا طبعا، ومنها المسحرات شغلة كتير حلوة برمضان. كمان كان من زمان قبل اكتشاف الكهرباء كانت الناس بشهر رمضان كانت بعد الفطور مباشرة يتم صلاة التراويح، بعد صلاة التراويح الناس بتقوم بتنام هيك للفجر، الفجر بيتم السحور وبعدين بينام ساعاته. فكان هون في انتظام للوقت، انتظام لعدد الساعات، فما كان يصير هالنعاس والشعور بالنعاس والنوم الكثير خلال النهار مثل هالأيام هي. كمان نحن عندنا هون الناس هي عم تنام مو لأنه الصوم هو بيسبب النوم أو لأنه التعب عند الإنسان بيؤدي أنه ينام، لا، هي عم بتكون عادة صارت بالوقت الحالي لأنه عم يسهروا للسهر لفترة السحور. بيسهروا هلأ مثل خصوصي نحن بالوقت اللي هلأ نحن فيه قاعدين بفترة الحجر الصحي، فالناس بالأساس تغير نظام حياتها، يعني ما عاد فيها الروتين الاعتيادي، بتفيق الصبح بكير، فطورك بكير، حياتك بشكل طبيعي. فأجانا شهر رمضان فالناس على نفس الوتيرة استمرت، يعني استمرت تنام بالنهار. فالنوم بالنهار هو شو؟ لقتل الساعات، يعني انه بيقتلوا ساعات رمضان. ونحن بيكون بيبقى لك انت بعد الظهر بعد الساعه 3 غالبيتهم بيتموا نايمين اللي قاعدين بالبيوت للساعه 3، بعد 3 ما بتبقى كم ساعه انه خلصنا رمضان. فهي عم بتكون هي الشغله من الانسان بحد ذاته كنمط حياه وليس تاثير الصوم على النعاس او النوم. الصوم لا يؤثر ولا يسبب النعاس ولا يسبب النوم، بالعكس تماما، هو بيعطيكي نشاط وبيعطيكي قوه لانه بيكون عندك الضغط بحدود الطبيعيه، بيكون التركيز افضل لانه بيكون ما عندك عم تشغلي وقتك انت كل نهار بامور الطعام وشو بدنا ناكل هلا وشو بدنا نساوي، لا، انت بتركزي بامور ثانيه بحياتك اليوميه. الطالب اللي عم يدرس بيركز اكثر، يلي عم بيروح على شغله بيركز اكثر لانه بيكون عم يحصر تفكيره بالمهام يلي عم بيقوم فيها. بالتالي كمان عندنا نحن انه بعد الفطور عم بيتم الفطور بطريقه خاطئه، يعني نحن لازم نتبع سنه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام انه وقت الفطور بنفطر 3 تمرات، بنشرب كاسه مي، بنشرب لبن، بعدين ممكن يقوم الواحد بيصلي صلاه المغرب، بعدين ممكن يتابع الفطور على دفعات، مو انه بنفس الوقت نحن بناكل كل شيء. وبعدين حتى طبيعه الطعام عم بيكون على الفطور لما عم بيكون في مواد مشبعه، فكتير هي عم بتاثر كمان وبتادي انه بتسبب الخمول، فبيشعر هون انه تعبان فبيقوم بينام مباشره بعد وجبه الفطور. وهي كمان من الاخطاء يلي كتير ترتكب بشهر رمضان، انه نحن ما لازم ننام مباشره بعد الفطور، لا، لازم نتابع طبيعي لحتى يجي وقت معين نحن بنضبط وقتنا، وبالمقابل بنفيق على السحور ومننام. ما في مانع نحن خلال النهار انه ناخذ قيلوله صغيره، يعني كمان بتساعدنا لنشاط اكثر وحيويه افضل خلال لمتابعه صيامنا بشكل ايجابي وبشكل جيد ويكون مقبول منا بالاخير. اكيد استاذه سلام، يعني اليوم كثير من الاشخاص ببدايه شهر رمضان الكريم كان عندهم شويه صعوبه بالتاقلم بساعات الافطار، الوجبه، حتى النوم. خلينا نحكي بتفصيل أكثر كيف بيقدروا يمكن يضبطوا حالة الجوع الكبيرة يلي ممكن يحسوا فيها خلال ساعات النهار أو حتى النوم بساعات كافية لحتى يكملوا الشهر بدون ما يحسوا بتعب أو إرهاق. هلأ أول شيء بده يكون أنت عندك الإرادة وعندك النية بالبداية لصيام شهر رمضان،
بعدين نحن الشيء اللي بنفكر فيه بنحصل عليه، فنحن ما نخلي دائما تفكيرنا محصور بامتى بدنا ناكل او شو بدنا ناكل، لهذا اللي عم بيتم تماما دائما كل نهار، وين ما قعدنا ما بنشوف غير شو بدنا نعمل على الفطور وشو اكلنا امبارح وشو تسحرنا، والحكي دائما عم بيكون عن الطعام. هي من احد الاخطاء المرتكبه وكثير مهمه، انه انت عم تبرمجي عقلك الباطن بس انه يفكر بالاكل. فنحن اول شيء بدنا نشيل هالموضوع، بدنا نشغل حالنا بشيء طبيعي واعتيادي. اول شيء كمان نحن بنشيل مهم كثير انه ننظم وقتنا، يعني لازم نحن نفيق بوقت معين، يعني انا ما ضل نايمه للظهر، لا لازم حدد وقت معين انه انا فيه مشان الساعه البيولوجيه الموجوده عند الانسان ما تتلخبط، وما عاد يصير احسن انا فيما بعد رمضان انه تابع بشكل جيد خصوصي فتره العيد، كمان بدنا شهر لنرجع مثل الاول. فكمان نحن هون ندخل بدائره يعني او بنفق مظلم نحن بغنى عنه، فننظم ساعات الوقت بشكل تمام. مثل ما قلت انا ننام قيلوله اثناء النهار كمان كثير مهمه، ما نفكر كثير بالاكل كل نهار وشو بدنا نساوي وشو بدنا نعمل. كمان بالاضافه لهذا انه لازم نحن نتعرض للضوء كثير، الضوء مفيد يعني، بس مو معناته اني انا اطلع واقف بالشمس وانصلب ويصير معي ضربه شمس مثلا، يقولوا هلا عم نحكي هيك بيصير تماما، يعني ممكن عن طريق النافذه مثلا على البرندات الضوء اللي بفوت للبيت، لانه كثير بيساعد انه انت تكوني نشيطه وحيويه، هو من العوامل اللي كثير مهمه اللي بتساعد على النشاط وبتساعد على صفاء الذهن. يعني حتى كمان من زمان القدماء، يعني اذا بنتذكر اهالينا كانوا يقولوا لنا نحن وصغار انه فيقوا بكير لا تخلوا الشمس تسبقكم، لانه لما بتسبقك الشمس وبتضلي نايمه انت للظهر بصير هذا لحاله بيعطيكي خمول ونعاس، ما عاد تحسني تفيقي ابدا. حتى في يمكن دراسات استاذه سلام تحكي عن تاثير اشعه الشمس على الناس وهن نايمين، وانه الدماغ بالليل بيفرز ماده جيده، فلازم الشخص يكون نايم بالعتمة أو خلال الليل غير النوم خلال ساعات النهار. وهذا اللي كان بدي أسألك عليه، يعني نحن اليوم عم نحكي عن الساعة البيولوجية، عم نحكي عن تأخير وقت الطعام، عن تأخير كتير شغلات تتغير برمضان. في ناس بتقول خلص أنا عم نام 6 ساعات، هسه الساعات صبح ظهر مساء ما بيفرق، لا هي بتفرق، خلينا نحكي عن هذا الشيء لو سمحت. تماما هي بتفرق كثير. أول شيء ذكرتي أنت الساعة البيولوجية وأنه كيف بالليل الإنسان ممكن تكون أشعة الشمس تساعده لإفراز هرمون. هلأ بالحقيقة هي الساعة البيولوجية هي ساعة داخلية ضمن الإنسان بتعمل على مدار 24 ساعة، وهي الساعة هي الأساسي لها هو هرمون الميلاتونين تفرزه الغدة الصنوبرية في المخ، فإفراز هذا الهرمون يساعد على ضبط الساعة البيولوجية عند الإنسان. فلما عم بيصير هالاختلال ما بين النوم بالنهار والسهر بالليل، فعم تختل الساعة البيولوجية، فعم بيكون دائما عنده شعور بالنعاس وإرهاق وتعب، لأنه أبدا أبدا ما بيغني نوم النهار عن نوم الليل. هي كتير لازم الناس تنتبه لها، انه انا مو معناتها اذا نقصني نوم بالليل عوضته بنهار معناتها مشي الحال، لا، رب العالمين خلق نهار للنشاط وللحياة وللعمل والنوم لليل، فطبعا هذا في حكمة، لانه انت لما بتنامي بالليل جسمك بياخذ حاجته من النوم، لانه كتير ضروري نحن انه ننام، لما ما بننام كمان هذا بيعطي تأثير سلبي على الانسان وعلى صحة الانسان. حتى الدراسات الجديدة اثبتت انه الناس بيكون عنده زيادة وزن دائما بصير، لأنه كمان من الأسباب زيادة الوزن هو اضطرابات النوم وعدم القدرة على النوم الصحيح. فالنوم بالليل كتير ضروري مهم، بالإمكان بشهر رمضان الإنسان ينظم وقته بشكل ينام بين 5 إلى 8 ساعات بالليل أقل شيء، لحتى يحسن يتابع بنشاط أثناء النهار ويتابع مسيرة حياته اليومية ونشاطاته اليومية بشكل جيد، ما يقول أنا لأنه صايم ما لازم أشتغل، مو لأني صايم أنا لازم أعمل بالبيت. أساسا حتى دينيا ما بياخذ الثواب يعني، فالثواب من الصيام انه انت كمان هو تتحملي الجهد تتحملي المشقه، مو انا اعكسهم ونام كل النهار وفي وقت الاكل اكل وخلص، معناتها شو استفدت انا من صيامي كله؟ قضيته بالتخت يعني. فهذا طبعا الاخطاء المرتكبه سواء دينيا او صحيا او نفسيا، حتى بتاثر على نفسيه الانسان، لانه كثير مهم. انا من فتره كمان حطيت فيديو على قناتي انه الانسان دائما طريقه تفكيره كثير بتاثر، انه انت تفيقي الصبح نشيطه ومستيقظه بنشاط وبحيويه، فاخر
45 دقيقة حسب ما بيقولوا علماء النفس، هي أهم دقائق بحياة الإنسان، لأنه هي اللي بتعطيك النشاط والقوة لحتى أنت بتفيق. 45 دقيقة بالنوم قبل ما تنامي، ال 45 دقيقة طريقة التفكير اللي بتفكري فيها هي بتأدي أنه أنت تفيق الصبح إما نشيطة أو متعبة. فأحد الأسباب والأساسية اللي بتأدي أنه الإنسان بفيق متعب في الصباح أنه بيكون نام على أفكار سلبية. لازم نحن ننام على أفكار إيجابية، نفكر بالأشياء الحلوة اللي بنحبها، نفكر بطموح، نفكر بشيء بنحبه يصير، لحتى نحن الصبح بنفيق نشيطين ومنتابع حياة والحياة حلوة. ولازم الناس تشتغل على محبة الحياة وتحافظ على جسمها وعلى جسدها وتحدث نفسها، لأنه الجسد كمان أنت بتحدثني تحدثيه من الداخل. لما بنكون نحن صايمين كمان بنحدث جسدنا أنه لا، هلأ الوقت هذا هو اللي لازم نفيق فيه، لازم نكون نشيطين، ما لازم أنا أكون تعبان، لازم يستمر يومي بنشاط. فأنت ما بتلاحظي حالك لما بتبرمجي عقلك الباطن على مسيرة حياة يومية، بتلاقي حالك بتوصلي لوجبة الإفطار وأنت بنشاط بصحة، حتى بتكوني متفائلة بطريقة مختلفة عن أنه نحن بس ناطرين ناكل. لا، الهدف من رمضان ما هو بس الأكل، لا، الهدف هو أنه نحن نعود نفسنا على الصبر وعلى المشقة ونتحمل لحتى ناخذ الثواب الاعظم. نعم. عم نحكي عن هذا الموضوع، نفسيه الصائم يلي نحن للاسف بشهر رمضان عم نشوف كثير من الاشخاص. يمكن سلمى بتنتبهي قد ايه حدا بيضل معصب، حدا يمكن بيتنتور بالثاني بيقول له شوفي اتركوه صايم، هذا الشيء قد ايه غلط؟ اخلاق الصايم اكيد معنا هيك، منصوم يمكن لإلنا ما منصوم نحن للعالم لحتى الثانيين هنا يتحملونا. قد ايه يمكن تنظيم الساعه البيولوجيه او ضبط الساعه البيولوجيه وايضا تنظيم وقت الاكل، طريقه الاكل والنوم هي لها عامل كثير كبير بنفسيتنا لحتى نكمل نهارنا بطريقه حلوه وايجابيه وما ناذي شعور الاشخاص اللي مقابلنا. اكيد هالحكي صوموا تصحوا، المقصود بصيام مو انه بس نحن نحافظ على سلامه الجسد، لا، تصحوا حتى نفسيا، لانه الصحه النفسيه هي مترابطه مع الصحه الجسديه، الاثنين بيكملوا بعض. فانت ما بتكوني جسديا جيده وصحتك امورك تمام الا اذا كنتي نفسيا كمان صحتك جيده. فصوم رمضان كتير مهم للإنسان لأنه بيساعد على تنظيم حياته كمان، أنه الناس كلياتها بيكون وجبة الإفطار واحدة، وجبة السحور واحدة، مسيرتك، العادات التقاليد اللي موجودة بالبلدان الإسلامية بشكل عام بتلاقيها هي واحدة يعني. فتنظيم الوقت هو كتير مهم، بيبقى نحن اللي علينا ضمن بيتنا أنه نحافظ على الساعة البيولوجية يلي حتى أنا كتير ناس بتسألني يعني حتى بغض النظر عن رمضان، بتلاحظي أنه في كتير عالم ما عندهم هاي الساعة البيولوجية، يعني دائما مثل ما ذكرتي بفيقوا على الموبايل، بعيروا الموبايل، لا، انت برمج حالك، برمج حالك انك انت تفيق على الساعة البيولوجية اللي عندك، حياتك بتتغير تماما، لانه بصير لها قيمة، بصير واحد بيعرف الوقت. يعني هلا انا اولادي عندي بالبيت دائما بيسالوني ماما كيف بتعرفي الوقت؟ قديش هلا الساعة؟ انت لما بتحسني تبرمجي مزبوط الساعة البيولوجية عندك، بتحسني حتى تعرفي الوقت بالنهار قديه، يعني وقت اختلف بيكون دقائق مو بساعات طويلة. بدك نظام بس، بدك نظام، اكيد اكيد، اهم شيء النظام، اهم شيء انه مثل ما قلت انا التعرض للضوء والشمس كثير مهم للانسان، كمان انه انت بدك تفكري، ما انه انا ما افكر بالشيء اللي عندي، عندي امتحان بدي افكر انه الصبح عندي امتحان، عندي دوام على وظيفتي بدي افكر، عندي لقاء على الاخبارية بدي افكر فيها، ففي بنفس الوقت. فتنظيم الوقت هو اللي بيساعد على ضبط الساعة البيولوجية. فهذا نحن بنحسن نتحكم فيه، انه من نحدد وقتنا تماما، نحدد امتى بدنا نفيق، امتى بدنا ننام، حتى وقت القيلولة اللي ذكرتها انا اثناء النهار، انه كمان لازم نحن نحدد وقتها مو بشكل عشوائي انا كل يوم بنام باي ساعة بدي اياها، لا، عود حالك انك تدرب لقدام، عود حالك انك تتحمل وقت اطول انت مرتاح. بعدين الغضب اللي ذكرتيه كمان، هذا نحن كثير بنلاحظه، انه انا صايم لا تحكوا معي، لا، ليش انت صايم؟ ما بدي احكي معك، انت صايم لازم تكون نفسيتك هي الحلوه لحتى تثبت للناس انه الصوم هو ما بيغير بنفسيتنا، حتى لو كنا نحن جوعانين بدنا نتحمل، يعني لحتى نحن نثبت للاخرين انه الصوم بيؤدي انه النفسيه بدها تصير احسن، نفسيتك افضل، تعاملك مع الناس لازم يكون احسن، لانه الصوم هو ما هو صوم عن الطعام فقط، وانما هو صوم عن كل الاشياء السيئه، يعني حتى الصوت العالي ما في داعي انه يكون لحتى تحسني انت توصلي افكارك للاخرين، لازم كمان يكون في رتم معين للصوت، في درجه معينه ما بصير اتجاوزها، حتى سهر الليل، يعني هلا كثير انا بسمع انه يعني حتى اللي حوالينا ما في غير بتلاقيهم عم يسهروا
وضوجة وصوت عالي، لا كمان لما بدك تسهر ببيتك برمضان لازم كمان انتبه لحدة صوتك، ما في داعي كل الحارة تسمع الحديث اللي عم بيتم بالبيت. فهالقواعد هي البسيطة هي كتير لما الإنسان بيدرب حاله عليها، فهون ساعتها بيحسن أنه يضبط الساعة البيولوجية عنده ويصوم بطريقة أنه يكون فيها مرتاح، وبنفس الوقت انه الناس اللي حواليه كمان ما يكونوا منزعجين، لانه في ناس لما بتكون مانا صايمه كمان هون عم بيكون في انزعاج من بعض الاشخاص اللي صايمين تجاه اللي ما عم بيصوموا مثلا، لا كمان خلي نفسيتك حلوه، في ناس بالاخر كل واحد يعني ممكن ما تصوم، في ناس تماما وبالاخر كل واحد عنده قدره يتقبل الاخر يعني هو كل واحد عنده قدره فينا بالحياه، في اشخاص بيقدروا يصوموا في اشخاص ما بيقدروا يصوموا، هذا شيء خاص يعني طبعا حتى لا حساب والعقاب عليه هو شيء خاص ما حدا رح يتحاسب عن حدا. كمان أستاذة سلام يعني خلال هذا العام هذا رمضان مختلف شوي، عم يجي رمضان عم بيزورنا شهر الخير والبركة للأسف مع الجائحة العالمية كورونا اللي خلتنا يمكن نحس بالوقت أكثر، يعني سابقا كانت مشاغل الحياة كيف عم نقضي وقتنا العجقة ما بنحس يمكن بالوقت نقول مو ملحقين، هلأ صار الوقت عم نحس فيه أكثر، كيف فينا نشعر بقيمة الوقت مو بمرور الساعات؟ هلأ القرارات الاحترازية اللي تمت مشان الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا كانت كتير إيجابية وبالوقت المناسب، وهلأ مثل ما لاحظنا نحن بلشت المحلات ترجع تفتح، فهذا شيء إيجابي وشيء مبشر إن شاء الله يعني، والأعداد عنا اللي موجودة كلياتنا سمعنا عبر المحطات التلفزيونية السورية طبعا أنه تماثلت الأعداد الكتير كبيرة منا للشفاء، فكمان هذا هو دافع إيجابي نحن لحتى نحس أنه المشكلة قربت على الحل والفيروس إن شاء الله. بس هذا ما يعني أنه نحن نخفف من التزامنا بالإجراءات طبعا الاحترازية الشخصية، بس على ما نوصل لحالة الوسواس القهري اللي حكينا فيها من فترة، فنحن لازم نكون طبعا متوازنين بكل شيء حتى بتطبيق أي قواعد احترازية لحمايتنا أو وقائية بشكل يعني نعتدل، يعني خير الأمور أوسطها، ما يكون كتير أخذ منا هاجس كتير كبير لدرجة أنه نحن ما عاد فينا نتحرك، لا نحن بننزل للأسواق ناخد احتياطاتنا ونلبس الكمامة لما بيكون في ازدحام، لما ما بيكون في ازدحام وبالهواء الطلق يعني طبيعي أنه نحن نستنشق الهواء النقي فهو كتير منيح كمان. بالإضافة لهيك هلأ مثل ما ذكرتي أنه رمضان إجا بهالوقت بوقت جائحة كورونا، بس نحن صرنا فترة يعني والناس عنا الحمد لله يعني كانت متجاوبة كتير بالنسبة للحجر المنزلي، وهلأ كونه رجع الحركة جيدة إلى حد ما بالبلد فهذا كمان اطمئنان، فبمر رمضان بسلام يعني، هو رمضان كريم بالأخير يعني، وهيك بتمنى لكم هيك عام كتير حلو، رمضان كريم على الجميع، وإن شاء الله يا رب كلياتنا بنتجاوز هالجائحة بخير وبنرجع لحياتنا الطبيعية مثل ما كنا بالأول وأفضل. وبحب كمان ضيف أنه جائحة كورونا أو فيروس كورونا بقدر هو ما فرق الناس، بالعكس هو جمعنا كلياتنا وحدنا بكتير شغلات، أثبت لنا أنه الصحة هي رقم واحد، ما في شيء أبدا قبل الصحة، خلانا نتعلم كلياتنا نشتغل كفريق، أنه مو شخص لحاله ممكن يقاوم، لا كلياتنا مع بعض، أنتوا بمجالكم وأنا بمجالي وأي إنسان بمكان عمله بإمكانه كان أنه يشتغل، واشتغل كمان لتقديم الوقائي والتعليمات والتوعية لحتى يوصل نوصل الناس كلياتها لبر الأمان والسلامة، طبعا كلياتنا بنتمنى الصحة والسلامة للجميع. أكيد بدنا نقول لك شكرا كثير أستاذة سلام على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها وعلى الطاقة الحلوة اللي عم تحاولي أكيد توصليها لكل الناس لحتى يكون أي شيء سلبي بيتعرض لنا هو طاقة إيجابية لنكمل. شكرا لك. شكرا لكم وشكرا لكل اللي عم يشاهدونا. شكرا لك أستاذة سلام.